صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020. جاء فيه: تدرج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتبعاته والمقدرة بمبلغ 177 مليون و360 ألفا و117 دينار ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020 والمعتمدة بالقانون رقم 11 لسنة 2019.